ينضم إلينا في هذا اللقاء من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الرئيس التنفيذي لمجموعة فؤاد الغانم وأولاده الكويتية السيد محمد الغانم. نتحدث معه عن استثمارات الشركة وأنشطتها. سيد محمد أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. نتحدث معك اليوم عن أنشطة مجموعة فؤاد الغانم. أنتم تنشطون في عدة مجالات طبعا، إذا نظرنا إلى عام 2016 أي القطاعات كان الأفضل أداء وأي القطاعات كان الأضعف؟ أول شيء أشكر سكاي نيوز على المقابلة. طبعاً 2016 كان عام صعب جداً على الجميع. أفضل يمكن القطاعات كانت قطاع المقاولات لوجود عدة مشاريع موجودة بالكويت، سواء كانت مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية أو مشاريع الطاقة ككل. كان هناك عدة مشاريع جديدة تتعلق بخطة التنمية اللي قامت فيها الحكومة الكويتية. وأسوأ القطاعات كان قطاع السيارات بالنسبة لنا إحنا، كان في انخفاض كبير في عملية بيع السيارات تصل إلى 35% أو أكثر، فكل consumer products in general كان هناك فيها انخفاض. وبالنسبة لعام 2017 ماذا تتوقعون كنمو في أعمالكم ومن أي القطاعات سيأتي هذا النمو؟ 2017 عام بادين فيه بارتفاع طفيف لأسعار النفط. هذا الارتفاع يعني نأمل أنه يستمر، وراح تكون له انعكاسات إيجابية على كافة الحكومات المصدرة للنفط، خاصة طبعا الحكومات الخليجية، ونعتقد أن هذا سيساهم مساهمة كبيرة في عملية المشاريع والتنمية وخلافه. ويمكن الرابح الأكبر راح يكون شركات المقاولات أو قطاع المقاولات ككل، ونأمل أن تكون لنا حصة كبيرة في هذا المجال. كم تتوقعون بالنسبة لنمو مشاريعكم هذا العام؟ احنا في عندنا في 2016 يمكن في الربع الأخير من 2016 تم توقيع مشاريع في 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 مجال المقاولات، أو الشركة أو المجموعة وقعت هذه المشاريع، ونرى ان في البايب لاين عندنا تقريبا بحدود ال 2 بليون دولار، مشاريع مليارين دولار امريكي قيمه مشاريع جايه اثناء 2017 و2018. بالنسبه لي مشروع زور 2 ايضا في الكويت، طبعا تقدمتم لهذا المشروع، هل من مستجدات على هذا الصعيد؟ لا توجد اي مستجدات بالنسبه لهيئه الشراكه بالكويت. مثل ما انت عارفه اليوم هيئة تطمح إلى تخصيص الكثير من المجالات داخل الكويت وقطاعات مختلفة. الزور واحدة من المشاريع اللي تحت قطاع الكهرباء والماء. طبعا الزور واحدة من أكبر أكبر المشاريع اللي راح تنتج تقريبا 2000 ميجاوات مع 100 مليون جالون يوميا من الماء. كان في مجموعتين تتنافس أو أكثر من مجموعتين، ولكن بالأخير صف على مجموعتين، إحنا إحداهم مع شركة موروبيني اليابانية، وقدمنا العرض الفني والعرض المالي. تم فتح العرض الفني ودراسة العرض الفني من قبل الهيئة للمجموعتين، وتم فتح الظرف أو الأظرف المالية اللي فيها التعرفة والأمور هذه، ولكن ما توجد أي مستجدات لحد الآن. نعم. هل هناك أنشطة قد تقلصونها في الفترة المقبلة أو تتخارجوا من استثمارات معينة؟ لا توجد استثمارات عندنا اليوم نفكر بالتخارج منها في الوقت الحالي. ما في شيء وارد عندنا الآن.